أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإحنا في القرن 21 وفي سنة 2023، ورغم التكنولوجيا وعالم الفضائيات والسوشيال ميديا وعصر السماوات المفتوحة والخبر اللي بيوصل على الموبايل في ثانية قبل ما يوصل للمذيع أصلا، لازلنا شغالين التضليل بمدرسة جوبلز وزير إعلام هتلر اللي رفع شعار اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدق الناس، أو اللي بقت نسختها الحديثة دلوقتي اسمها إعلام السامسونج. الكذب الحقيقة والتضليل الإعلامي منهج ثابت لنظام الطاغية، وكانت سنة 23 شاهدة على أشهر الأكاذيب بتاعتهم وتبريرهم لفشل نظامهم. عشان كده السؤال اللي بنطرحه لليلة دي، مين اللي بيدافع عن الناس دي، أو بيدفع سوري مين اللي بيدفع للناس دي، مين بيدفع لهم عشان يقوموا بهذا المجهود الخرافي من التضليل؟ فين صوت المصريين أو الصوت المعبر عن المصريين في الإعلام؟ خلينا زي ما تعودنا أو عودناكم نبدأ معاكم من الآخر كده، من واحد من المرشحين لأوسكار أفضل أحسن كذاب، أوسكار النفاق والبزاءة، وهو نشأة الديهي اللي ختم السنة دي بكذبة فاقت التوقعات. بشرنا بوصولنا والحمد لله، مش للقاء، لا 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 لا، وصلنا لأن احنا بقينا صفر مشاكل صفر أزمات. نشأة الديهي بيقول كده، مصر بقت صفر مشاكل صفر أزمات في الاقتصاد والعلاقات الدولية والسياسة. أسمعكم نشأته بيقول كده بنفسه. ما يمكن أن ألتقطه في هذه بين هذه الكلمات هو أنه عام 23 استطاعت مصر في أن تمر من أزمة اقتصادية دون سقوط اقتصادي، استطاعت مصر أن تسدد كل الديون في توقيتها دون تخلف، استطاعت مصر، استطاع الشعب المصري مع الدولة الرسمية أنهم ينجزوا انتخابات رئاسية مشرفة في وسط ظروف شديدة التعقيد على المستوى الداخلي والمستوى الإقليمي والمستوى الدولي. استطاعت مصر خلال هذا العام أن هي تستمر في استكمال مشروعها الوطني دون توقف، وإن كان هناك إبطاء نظرا للأزمة الاقتصادية العالمية. استطاعت مصر أن تخرج من فخاخ كانت منصوبة، فخ في المنطقة الغربية في ليبيا، وحرب كانت مخطط أن هي مصر تتورط فيها، ونجحت مصر في أيضا توفيت الفرصة على الانخراط في حرب في السودان، ونجحت مصر في توفيت الفرصة أن هي حتى الآن أن تنخرط في حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نجحت مصر أيضا خلال عام 23 في عودة العلاقات مع دول كثيرة زي تركيا مثلا بشكل أكثر عمقا، مع قطر بشكل أكثر عمقا. مصر أصبحت دولة نقدر نقول صفر مشاكل أو صفر أزمات أو صفر علاقات مقطوعة. إيه ده سويسرا؟ مصر صفر أزمات صفر مشاكل؟ مصر صفر أزمات في 23؟ الحقيقة دي تعريضة لا ينافسها فيها إلا أوسكار النفاق. ده الأوسكار ده بيلعبه أو ما يعملش العملة دي إلا بكري، مصطفى بكري، لما طلع وقال إن السيسي حظ وحش. اسمع، فالناس لازم تعرف ده كويس، ان احنا كنا ماشيين كويس لكن تداعيات الكورونا ومن بعدها الحرب الروسيه الاوكرانيه عملت لنا مشكله كبيره. اللي وقف يا شعب مصر معاكم في 3 يوليو واستجاب لنداءكم وتحدى وخدع على صدره، كان ممكن يحصل له اي حاجه وتعرض للاغتيال اكتر من مره. الراجل ده مش ممكن يوصل الشعب انه يزعل منه، لكن الظروف هو حظه سيء. لكن هل هو تراجع؟ هل هو عمل مشكله معينه؟ هل هو صرف الفلوس دي في حته يعني مش ولا بد؟ بالعكس، كل تاريخه ناصع البياض، هو الآن يحاول أن يبني بلد. ما تتكش قوي على صرف الفلوس في حتة مش ولا بد، ما تتكش قوي. مصطفى كنت ماشي كويس، بس اتكيت قوي على هل هو صرف الفلوس في حتة مش كويسة؟ ما أنا هقول لك هتزعل، ده صرفها في حتت مش كويسة، حتت في حفر المال، في الطيارة ملكة السماء. يا راجل ما تتكش قوي كده. على العموم، ورغم ان الحقيقه واضحه لاي عيل صغير بشورت بيلعب في الشارع، لكن انا هخلي واحد من كتيبه السامسونج نفسه يرد على الديهي عن حكايه قصه مصر في 23 صفر مشاكل. يا ترى المواطن حاسس فعلا بالصفر ده؟ انا هطلع لك الواد ابو صوت مهجن ده، خالد ابو بكر. خالد ابو بكر يرد على نشاه الديهي، اتفضل. بيسموه الخبراء. طب يعني دعوا الخبراء يجتهدون، لكن القول الفصل يبقى الحكومة، بس ما تسيبوش الناس. يعني حالة الأسئلة التي تدور في الشارع بجد بقت متكررة جدا، ما فيش اتنين بيتقابلوا إلا الأسعار
الدولار، الذهب، الكهرباء. كل الناس تسأل نفس الأسئلة وتسمع بقى التعليقات وفقا للثقافات، يعني كل واحد وثقافته. اللي يقول لك لا أنا لسه الكهرباء بتتقطع عني، وأنا موضوع الكهرباء ده مش طايقه وحاجة غير طبيعية. واللي يقول لك والله طب أحط أنا محوش 100,000 جنيه لأن هقبض الجمعية في شهر فبراير، أجيب بيها ذهب ولا أشتري بيها شهادات؟ طب وهيحصل تعويم ولا لأ؟ طب أروح فين؟ هو تايه في الحتة دي مش عارف. طب العقار هيغلى؟ طب أشتري إيه عشان أحفظ ثمن فلوسي أو قيمة فلوسي؟ طب الأسعار اللي إحنا شغالين بيها في الأكل والشرب دي هتغلى ولا هتفضل زي ما هي؟ في حالة توهان في الشارع المصري. توهان توهان توهان، امال فين بقى صفر مشاكل يا ديهي يا ابو الظابط؟ ولا عشان ابنك دخل الكليه وتخرج او هيتخرج؟ اذا كانت الناس ماشيه تكلم نفسها، لكن الاعلام الحقيقه كان طول السنه شغال على النمط ده، كد تضليل اعلامي فاجر وبجح. طيب ما تيجي نشوف قصه الصفر دي وناخد ابرز المشاكل اللي حصلت، زي قضيه الكهرباء. في شهر 7 طلع مطبلاتيت السيسي كلهم، شهر 7/23 طلعوا كلهم على نغمة واحدة، الموضوع قدامه أيام ويخلص. اتفضل. يوم الثلاث مش النهاردة الثلاث قلت أنه لم يحدث هذا الأمر منذ سنوات، كنت أتحدث عن 2015 لما تم إنجاز هذا المشروع وما حصلش تخفيف أو قطع كهرباء من 2015. عدنا رجعنا المرة الأولى من الأسبوع اللي فات لحد النهاردة، والموضوع زي ما قال رئيس الوزراء مستمر معانا حتى الاسبوع اللي جاي. فانا بقول لحضراتكم مستمر معانا بالكثير يوم الاربعاء، جايز الاثنين يكون خلص، جايز الثلاثة يكون خلص. عندما يتم حل ازمه الوقود حلينا الكهرباء ما بقاش عندك مشكله. اسبوع وتخلص، يعني 22 يوليو 2023 يا احمد، يعني بتتكلم في حاجه بسيطه قوي، يعني قول على 30 يوليو على حسب كلام الكاذب ده كانت خلصت الكهرباء. احنا النهاردة في 12 يا حضرات، و12 بيروح خلاص الكهرباء لسه. هي طلعت لميس الحديدي تروج لكدبة تانية، كدبة جامدة جدا، ان القطع اخره ساعة وبس. لا، وقالت للمتحدث باسم الكهرباء مش قد تشيلة، ما تشيلش، ما قالتلوش كده اصلا. شوف كده، من هنا كان البيان بيقول ان هو التخفيف اولا اقصاه ساعة، كويس؟ أقصى ساعة، أقصى في مدة الفصل، يعني مدة الفصل واحدة هي ساعة واحدة. يعني بتقولي أن أقصى وقت للانقطاع الكهرباء أو لقطع الكهرباء أو تخفيف الأحمال لن يتعدى ساعة. لن يتعدى ساعة. الحقيقة مش محتاج أثبت لك، لأن مصر كلها بتضلم من ساعتين لثلاثة يومياً. يا راجل ده حتى المدارس بتتحايل على الكهرباء، أرجوكم خلينا نعدي الامتحانات وبلاش تقطعوا الكهرباء. شوف الخبر العارضة، التعليم تخاطب الكهرباء لمنع تخفيف الأحمال عن المدارس خلال الامتحانات. بدأت المديريات والإدارات التعليمية في عموم المحافظات توجيه خطابات رسمية اطلعت على إحدى المنصة إلى رؤساء شركات الكهرباء لمنع تخفيف الأحمال خلال فترة الامتحانات في المناطق الواقعة بنطاق المدارس، لا سيما المدارس الثانوية التي ستؤدي امتحانات نصف العام إلكترونيا، والمدارس التي تقرر أن تعقد فيها الامتحانات على فترتين صباحية ومسائية وينتهي فيها الامتحان المسائي في السادسة ليلا. تخيل أحمد موسى طلع قالك في 23 يوليو أسبوع وتخلص. النهاردة الكهرباء، التعليم بتقول للكهرباء أرجوكم ما تقطعوش عننا الكهرباء. نروح لمثال تاني بسيط جدا، وموضوع البريكس. فاكرين لما مصر دخلت البريكس اللي تم الترويج على انه دي القاضية، احنا هنوقع امريكا، دي اللي هتخلص على الدولار، دي اللي هتشيع الدولار لمثواه الاخير، ومفيش مانع بقى وانت بتقول كلمتين دول تشتم محمد ناصر مثلا زي ما عمل نشأة الديهي. ربك من عنده الحمد لله، بعد مجهود جاء طاقة نور واختيار مصر في بريكس. فالطبيعي يحصل ايه؟ يعني الكسف على دمه يبعد بقى، يعني يسكت، يعني الواد محمد ناصر والواد معتز والواد اسامه جويش والعيال دي يعملوا ايه؟ ياخدوا ساتر كده شويه يعني ويرجعوا ورا، يعني ممكن يقولها خبر وخلاص يعني. لا لا لا، هو عمره ما هيعمل كده، عمره ما هيعمل كده. هو ياخد بقى، يعني انا كنتش متخيل انه ممكن في دي كمان يعملوا حاجه، ما كنتش متخيل ان هم بهذا الغباء، يعني حاجه خير للبلد
بدأوا يشوهوا فيها. مش هعوز ال 14 مليار دولار خالص، هجيب بالعملة الصينية، يبقى أنا هخفف هقلل اعتمادي على الدولار. الدولار اللي زل أعناق الرجال، الدولار اللي قالوا عليه وقالوا علينا إيه الدولار ده يا جماعة، خلاص 68 دولة هتعامل معاهم بعملات بخلاف الدولار غير الدولار. ده تفكير خارج الصندوق أو تفكير خارج الإطار أو البحث عن آليات ومسارات جديدة للقضاء على مشكلة. طبعا الرئيس الصيني قمة بريكس حدث تاريخي، وحدث تاريخي بالمناسبة اليوم بداية لضرب الدولار النهاردة. ولسه كنت بقول لكم امبارح واول امبارح واول اول الاسبوع اللي فات واللي قبله بقول لكم القمة دي، ولكن النهاردة الكلمات تركز على استهداف الدولار العملات الوطنية، لانه بقى النهاردة في بنك التنمية الجديد. بنك التنمية الجديد بمناسبة احنا احد اعضاء هذا البنك، مصر عضو دلوقتي في البنك ده. ايه البنك ده؟ البنك ده بنك بريكس، احنا ضمينا لهذا البنك وخلاص مجلس النواب وافق على الانضمام في يناير الماضي، وسيادة الرئيس صدق على انضمام مصر خلاص على طول من بداية هذا العام، اصبحنا رسميا عضو في بنك التنمية الجديد اللي هو بنك بريكس. البنك ده هو البديل لصندوق النقد والبديل لبنك البنك الدولي، لان البنوك دي هذا البنك ده البنك البريكس ده هو البديل لصندوق النقد، وهو ده اللي هيضرب الدولار. النتيجة ان النهاردة الدولار ب 55 جنيه في السوق السوداء، والناس متوقعة انهيار اكتر للجنيه في الفترة الجاية. اهي بلغ 55 جنيه لأول مرة على الإطلاق سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 27 ديسمبر. أين أنت يا نشأة؟ أين أنت يا نشأة؟ أحمد موسى قال لك ده البديل لصندوق النقد. وقف، حاسب، ارجع ورا شوية. أمال رايحين تتفاوضوا ليه مع الصندوق عشان تكبروا القرض الجديد من 3 لكام يا بيو؟ 6 مليار؟ فين البريكس؟ أحمد موسى قال بالنص كده، بنك البريكس ده هو البديل لصندوق النقد. مصر بتتفاوض مع صندوق النقد دلوقتي إنهم يكبروا القرض الجاي تقريبا من 3 ل 6 مليار يورو تقريبا، او 6 مليار تقريبا. ممكن بيبي يجيب الخبر. اخبارك يا احمد يا موسى؟ اخباركم ايه يا كدابين؟ ما بتخجلوش؟ ما بتتكسفوش؟ في اغسطس 23 طلعوا يهللوا ويطبلوا ان مصر انضمت للبريكس وان دي ضربه للدولار والدولار اتشيع لمثواه الاخير. فجاه الدولار بقى ب 55 جنيه. طلعوا يقول لك في اغسطس احمد موسى انه كده احنا هنستغنى عن صندوق النقد، ده البديل، البنك بتاع البريكس هو البديل. النهارده اهو انتوا مساعي مصريه لمضاعفه قرض الصندوق النقدي الى 6 مليار 22 ديسمبر. ما بتخجلوش؟ يعني ما بتختشوش من الكذب؟ ان كان نشأت او الديهي او عمرو اديب او خالد ابو بكر، ما بتكسفوش؟ طب بتقابلوا اصحابكم ازاي؟ يعني بتقابلوا الناس اللي زيكم ازاي؟ ولا الناس اللي زيكم كدابين؟ وحد اي حد بيتفرج عليكم عارف ان انتوا بتكذبوا. اللي بيحصل ده وصفه الكاتب والباحث الدكتور عمار علي حسن بتاع ال 55 جنيه ده بانه تعويم بلا ضجيج. اقرا كده الدكتور عمار قال ايه؟ قال لي لقد اعلنوا انهم لن يعوموا الجنيه مره جديده. ابتسمت وقلت وهو الآن يعوم على مهل دون ضجيج، لا يعوم في الحقيقة، إنما يزحف في القاع فوق وحل وصقور. لقد غرق الجنيه ولن يطفو على سطح لتراه العيون عائما، وحدهم الغواصون الذين يمكن أن يروه وهو يتمرغ في طين القاع ويبكي أيامه السعيدة. أخبار نشأة دي إيه؟ أخبار أحمد موسى إيه؟ أخبار كلامكم عن البريكس وعن صفر مشاكل إيه؟ ولو سيبنا الأزمات دي الحياتية ورحنا للسياسة هنلاقي العجب عجب العجاب، زي كذبة اللي قالها نشأة الدين، الانتخابات كانت مفتوحة لأي حد. الانتخابات مفتوحة لأي حد عايز يعمل توكيلات في الوقت اللي كانوا فيه البلطجية اللي تبع السيسي بيمنعوا بتوع أحمد طنطاوي
انه يعمل توكيلات. نخش على الكاذب نفسه احمد موسى. لما تيجي تقول لي انتخابات وتقول لي انا عايز ما تنزل انتخابات، هو حد منعك؟ اتفضل انزل الشارع. امال فين؟ فين انا على الارض؟ فين على المواطن؟ فين مع الناس؟ ما هو في الاخر مين الحكم؟ المواطن، مش حد تاني، ولا اي حد، المواطن. حضرتك موجود في الشارع ولا لا؟ لما تيجي حضرتك تنزل محافظه، عايز اروح محافظه سوهاج مثلا عندنا، اتفضل اعمل توكيلات لو حد، اتفضل. مش عندك قاعده جماهيريه؟ ما توريني. عندك اسكندريه؟ ما توريني. عندك كفر الشيخ؟ ما توريني. ما عندك قاعده جماهيريه؟ هو ده، هو انت نازل وخلاص ان انا اشكك في اي اجراء يتعمل؟ طب انت عندك ولا ما عندكش الاول عشان تشكك؟ وتشكك في ايه؟ اشكك في ايه؟ اجراءات وريتك 2014 20 يوم، 18 28 يوم، النهارده 20 يوم. عندك استحقاق دستوري اشراف قضائي كامل ينتهي 17 يناير. وانتوا مش عايزين اشراف قضائي ولا مش عايزينه؟ سوري، ينتهي 17 يناير؟ هو ايه اللي ينتهي 17 يناير؟ ده انتوا خلصتوها اول الشهر ده في 12. وبعدين معلش احمد، سيبك من ايديك الصغيره دي، انت لازم تروح ناس هيكشفوا عليك كلك على بعضك، التوصيلات فيها غلط. اي حد يعمل توكيلات؟ طب تعالى افرجك يا احمد على اللي حصل، وافكر الناس باللي حصل من بلطجيه السيسي للناس اللي رايحه تعمل توكيل لاحمد طنطاوي. اتفرج. قدام شهر عكاظ ده حاجه يا جماعه مجزره، ده بلغ للنائب العام ولرئيس الهيئه الوطنيه للانتخابات، ده اللي بيحصل قدام شارع عكاظ الرحاب. اهو شوفوا بيحصل ايه، بلطجيه قدام اللي قدام مكاتب الشارع العقاري. العربيات يا اولاد الحقونا يا ناس، الحقونا يا حكومه. روح روح اعمل توكيلات لاي حد انت عايزه، هتتضرب هناك، روح عادي روح اتضرب. ما بيخجلوش، ما بيخجلوش والله، ما بيتكسفوا، ما عندهمش دم. ده حتى ده غير الهجوم المستمر على اي حد يقول الحقيقه، شتيمه وسب على الشاشات، زي موضوع البطاطس كده، البطاطس بتاعت الجيش، لما الجيش عمل مصنع بطاطس وحاجات كده، ده لقى انتقاد واسع جدا، فطلع الديه يستعرض قاموسه في البجاحة والأباحة ويدافع عن مصانع أو مصنع البطاطس الصوابع بتاعت الجيش. القوات المسلحة في وقت من الأوقات بتعمل مصانع لإنتاج المكرونة، المكرونة المكرونة المكرونة، لولا مصانع اللي أنتجت المكرونة كان عندي أزمة لغاية دلوقتي، السوق كان وصل فين؟ أنا يا جماعة بقول اللي بيتكلم بيقول إن ما عنديش صناعات وبتريق على زي الاخوه اللي عاملين بوست يقول لك يا مصر عادة شيبس كده. ايه يا عم، ايه 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 اللي في الادب؟ ايه الوقاحه؟ ايه الوقاحه دي؟ انا بسال اللي بيطلع على الهواء وعامل نفسه مذيع، بقول له الصابع البطاطس دي بنعملها عشان امك تاكلها، عشان اخواتك ياكلوها، امال امك هتاكل ايه؟ ما هو انا مش فاهم، انت ما عندكش اخلاق ولا تربيه. امك ولا هي وزرت لامك؟ امك يا نشأت يا اخي، ما وصلتش كده. أمك يا نشأت، مش معقول. طب يا نشأت، أخبار البطاطس دلوقتي إيه؟ خلينا نشوف كده الرسالة دي جات لي يا نشأت. سعر، شوف الجيش ما دخلش في حاجة وعمرت أمك وأختك والحاجات دي. بص يا نشأت، حد بعت لي الرسالة دي، البصل ب 45 جنيه من 6 أكتوبر، إنما البطاطس هي اللي ب 30 جنيه، والرز ب 38 جنيه اسمه الضحى. إيه رأيك يا نشأت؟ البصل بقى البصل ب 45 جنيه، البطاطس ب 30 جنيه. امك كنكاء الطابيه، وغيره وغيره من العشرات القضايا اللي السامسونج اما كذب فيها او برر او تجاهلها تماما ولا كانها حصلت. خلينا نشوف جراف الاعلام ده ما بين التجاهل والتبرير، حصاد 2023.
قضايا تم تجاهلها. يوليو حصل في يوليو 23 هجوم على مبنى الأمن في العريش تم تجاهلها ولا جابوا سيرة، وعساكر اتحرقت جوه. في أغسطس 23 تم تهريب الذهب والدولارات المصرية إلى طيارة زامبيا، محدش فتح بقه. في سبتمبر فضيحة رشوة المخابرات المصرية لعضو الكونجرس الأمريكي، محدش جاب سيرتها. في أكتوبر اتحرقت مديرية الأمن في الإسماعيلية، محدش جاب سيرته. ديسمبر قتل صحفي استقصائي مصري بالغردقة على يد المخابرات الأوكرانية، محدش كلم عنها. قضايا التبرير بقى، في أكتوبر لما اتمنع استخراجات توكيل أحمد طنطاوي ضرب، قال لك لا هو مش عارف يروح ومش عارف يجي. في نوفمبر استمرار انفلات أسعار ونقص المواد الغذائية والأدوية، يعني معلش يقول حاجات ومؤامرة كونية. في نوفمبر برضو قصف معبر رفح 5 مرات وتقييد مصر لدخول مساعدات برضو تبرر لها. ديسمبر استمرار ارتفاع أسعار الدولار والذهب لحد دلوقتي. الاستعداد للملء الخامس سد النهضة، ما حد يعني بقى أصل أثيوبيا وهالرد وخط أحمر. في ديسمبر قصف واقتحام بالدبابات لمحور فيلادلفيا، ولا حد بي هنبرر وهنعمل وهنلاقي حلول. يعني اللي بعده، المخابرات ورجال أعمال الإعلام والأعمال والخليج. بص يا سيدي بقى، دي أجندة الإعلام المصري. دول خارجية، الناس اللي ممولة من دول خارجية، طبعا احنا عارفين عمرو أديب مواطن سعودي دلوقتي ممول من السعودية، محطته الام بي سي، التمويل محمد بن سلمان شخصيا. الأخ نشأت الديهي ممول على تن، ممول من محمد بن زايد. أحمد موسى في صدى البلد، وعزة مصطفى في صدى البلد، دي رجال أعمال. مصطفى بكري في صدى البلد، الأخ بتاع النهار محمد الباز هو اختفى اليومين دول، ممول من علاء الكحكي. تامر أمين علاء الكحكي، إبراهيم عيسى طارق نور. دول أبرز الكذابين، أبرز الكذب. لميس أون تي في المتحدة مخابرات، خالد أبو بكر أون تي في، ولو أني شاك فيك يا خالد وعمل لك قعدة حلوة قوي بعدين يعني. أسامة كمال المتحدة، قصواء الخلالي المتحدة، هي دي صورة قصواء فعلا. أحمد الطهري معجزة الإعلام المتحدة، مين كمال مجدة معرفوش والله المتحدة. أحمد مسلماني المتحدة، محمد مصطفى الشردي المتحدة، يوسف الحسيني، بسمة وهبي أو وهبي أو وهبي كل دول أجهزة سيادية. فإعلام مصر ما بين ناس ممولة بأجندات خارجية زي عمرو أديب السعودي وزي الأخ نشأة الديهي الإماراتي، وناس ممولة من رجال أعمال زي ما شفنا كده، وناس ممولة من المتحدة، وكل مجموعة من دول بتخدم مصالح الممول مباشرة من غير لا لف ولا دوران. وطبعا الشعب المصري مش في الأجندة أصلا، بدليل حجم المساحات اللي بيناقشوا فيها مشاكل الناس بصراحة. زي مثلا مشكلة تعيينات المعلمين، كم مرة اتنصب على اللي قدموا في المسابقات دي وما تعينوش؟ كتير. زي مثلا مشاكل البطالة، زي العمال والشركات بتاعة العاصمة الإدارية اللي مش عارفين ياخدوا مستحقاتهم، زي مثلا خريجين أو الحاصلين على الماجستير والدكتوراه. عندك مثلا عمرو أديب، السعودية بتعتبره هو كده فعلا صناعة سعودية وخادم لمصالحها، وده فعلا اللي بيعمله عمرو أديب طول الوقت. وآخرهم موضوع مصر الطيران اللي فضحناه هنا في البرنامج، أفكرك بالفيديو ده، لأن عمرو زي ما قلت لك كده مندوب مبيعات الصندوق السيادي السعودي. أفكرك كده إن أنا أول واحد قلت على عمرو الكلام ده. اتفضل. شيخ وانا كان عنده أجندة ولا متضايق من حد، دي حقيقة، إنما عنده أجندة. عمرو لا ده ولا ده ولا ده، لا إخوان ولا ضميره صحي ولا هو وطني. أمال عمرو إيه بقى؟ أنا أقول لك يا حضرات، عمرو أديب عشان بس أعرفك عليه، هو وكيل مندوب مبيعات للصندوق السعودي السيادي السعودي في مصر. لسان طول عمره أو طال عمره سوري، واللي مش عاجبه أي حاجة هو ده مندوب مبيعاتهم. عمرو بيمهد لعملية بيع مصر الطيران بالتزامن مع تخريب ممنهج للشركة. وطلع السيد وزير الطيران من 8 يناير وانا ببشركم ان عمرو اديب مندوب الصندوق السعودي، وكل حاجه عند عمرو بيع، مفيش تطوير مفيش اصلاح، بيع، لان اللي بيشتري الصندوق السعودي. مثل تاني نشأت الديهي اللي شغال في قناه اماراتيه
وبينتهز أي فرصة عشان ينافق محمد بن زايد أو بتوع الإمارات. اسمع. يعلم القاصي والداني أن دولة الإمارات وهذه التجربة الاتحادية الفريدة التي نجحت كأول تجربة اتحادية في المنطقة في الشرق الأوسط أدت إلى وجود دولة بازغة، دولة حقيقية، دولة قوية، دولة فتية، دولة شابة. هذه الدولة كانت من تدشين وصناعة وإنتاج آل زايد. الشيخ زايد رحمه الله كان محبا عاشقا لمصر، أوصى أبنائه بمصر وبدور مصر وبحب مصر، تورثوا الحب المجرد لهذه الدولة وهذا الشعب. من أما أحمد موسى ده بيطبل ليل ونهار لصاحب القناة وبيلمع فيه اللي هو محمد أبو العنين. متوسط برأس النائب محمد أبو العنين كانوا عاملين النهاردة يوم، ويوم مهم وجولة مهمة زي ما حاجة بتشوفوا كده، وده كمان بيقول لنا الرسالة. وانت بتتحرك لأنه وفد طبعا يترأسه النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب المصري، وهو رئيس وفد برلمان البحر المتوسط. نتكلم على 28 دولة، نتكلم على يعني أعضاء الوفد من إيطاليا، من البرتغال، من الأردن، من المغرب، من ليبيا، من فلسطين موجودين، والنائب محمد أبو العنين النهاردة. أما بقى مجموعة المتحدة فدول مهمتهم، لأن دول شغالين تبع المخابرات دايركت، مهمتهم أنهم يلمعوا السيسي شخصيا وينفخوه ليل ونهار. ورغم كل النفاق والكذب ده، إنما السيسي مش عاجبه شغلهم، لدرجة أنه بقاله 7 سنين عبد الفتاح حسين خليل سعيد السيسي بقاله 7 سنين ما عملش حوار واحد مع صحيفة قومية، زي ما الخبر ده بيقول كده. 7 سنوات العربي الجديد دون حوار بين السيسي ورؤساء تحرير الصحف الحكومية. 7 سنين في العطارين أنا بحبك يا مصطفى، ده العربي الجديد بتقول مرت 7 سنوات كاملة من دون أن يجري عبد الفتاح السيسي حوار واحد مع أي من رؤساء تحرير الصحف الحكومية الذين يواجهون اتهامات متكررة بضعف مستواهم المهني مقارنة بسابقيهم، ما يظهر بوضوح في تراجع توزيع هذه الصحف بشكل حاد. أنا فاكر آخر حوار كان قال لهم أنا قريت نجيب محفوظ كله، وقريت جمال حمدان كله، وقريت طه حسين كله، وقريت توفيق الحكيم كله. والله قال لهم كده آخر حوار من 7 سنين، أنا فاكره، أنا حافظه وحافظ الجملة دي وحافظ نزلة المنشطات الصبح. السيسي أرى كل دول، يعني جمال حمدان ما عملش كده، ما قراش كل دول كده، نجيب محفوظ ما قراش لجمال حمدان كل حاجة، إنما هو الراجل أرى كل نجيب محفوظ، كل جمال حمدان، كل توفيق الحكيم. مكتبة ماشية يا رائد، مكتبة، ويوم أنا عملت حفلة عليه من ساعتها ما عملش الحوار ده، من ساعة الحوار ده اللي بقولك عليه ما عملهمش حوار تاني. ده غير أن السيسي بدأ السنة بأنه بيهزقهم ونهاها بتقطيم على التغطية بتاعت أنه شافها مش كفاية الحجم إنجازاته. اسمع كده السيسي ليه يعتاب، ليه عتب وياك يا جميل، اسمع. أنا ليه عتب على الإعلام؟ ليه عتب إيه؟ على الإعلام؟ أنت ليه بتصوروا المصريين بأنه هم ملتعين على الأكل والشرب؟ أنا بكلم بجد والله، ما يصحش والله ما يصح إنك أنت تبيننا إن إحنا إيه مرعبين قوي على الإيه. لا 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 ما يصحش كده، وكأن الدنيا آخر الدنيا، يقولك مش عارف الحاجة زادت وكلامنا. أنا ما بقولش إن ده كلام مش صحيح، لا، بس بقول مش ده آخر الدنيا في مصر. النقطة اللي أنا يعني الملحوظة الوحيدة في كل العروض اللي تمت النهاردة وامبارح وقبل كده، هو أنا شايف إن إحنا محتاجين نتكلم أكتر والإعلام يغطي أكتر ويبقى لينا مساحة أكبر مساحة أكبر كتير كتير في كل، خاصة في القضايا اللي حضرتك ذكرتيها النهاردة، محتاجة جهد إعلامي كبير قوي. إحنا عمرنا ما عملنا جوائز ذات معنى محترم لكتير من الأنشطة اللي بيقوم بيها متطوعين أو جمعيات أهلية، ما عملناش ده. طب ما نعمل ده ونوع ونيجي في يوم زي اللي إحنا فيه ده نجيبهم هنا
ونجيب المثل ونجيب النموذج ونتكلم فيه. الحقيقة تاني مرة يكرر ويقول ما يصحش كده. في الفيديو الأولاني في يناير، والفيديو التاني اللي انت شفته ده في أكتوبر، فهو في يناير كلمة عتاب يا حب، في يناير بيقول لهم كلمة عتاب يا حب، وكرر الجملة الشهيرة بتاعته ما يصحش كده تلات مرات برضو، اللي قالها الخد أبو بكر زمان. الإعلام طالع يقول الرئيس قاعد مع سيمنز وسايب اسكندرية بتغرق، ما يصحش كده، ما يصحش كده. في يناير 23 كرر نفس الجملة للإعلام كله بقى، ما يصحش كده. نسمع كده. أنا ليه اعتب على الإعلام؟ ليه اعتب إيه؟ على الإعلام؟ أنت ليه بتصوروا المصريين بأن هم ملتعين على الأكل والشرب؟ أنا بكلم بجد والله، ما يصحش، ما يصحش والله، ما يصح. ثلاثة إنك أنت تبين أنت بيجي ثلاثة اللي بعده، ثلاثة ما يصحش اللي بعده. قلنا إن إحنا إيه مرعوبين قوي على الإيه؟ لا 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 ما يصحش كده. أربعة وكأن الدنيا آخر الدنيا. يقول لك أربع مرات ما يصحش كده. في يناير 23 بيكلم الإعلام كله مش خد أبو بكر، ما يصحش كده. في أكتوبر 23 كرئيس تحرير الأوحد لكل الجرائد قال لهم اتكلموا كتير 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 على الحاجات دي. الخلاصة إعلام السيسي للأسف عمره ما خدم المصريين، وعمره ما هيقوم بالدور في نقل معاناتهم أو نقل الحقائق ليهم. إعلام السامسونج هو إعلام أي طاغية في الدنيا، لا يمارس إلا التضليل الإعلامي، لأنه جزمة في رجل الطاغية، هو بيخدم مصلحة الطاغية وبيقبض مرتبه سواء من السعودية أو من الإمارات أو من رجال الأعمال أو حتى من الأجهزة المخابراتية السيادية في مصر. بس في الآخر أجهزة المخابرات سايبال أمن قوم مصر، مش مهم الأمن القوم في مصر، الأجهزة السيادية الأمنية في مصر شغالة تكتب سكريبتات لمذيعين فشلة، مذيعين كذابين لا يحملوا حتى نقطة دم عشان يخجلوا من كذبهم اللي مرسوه من 10 سنين ولا زالوا بيمارسوه. هو ده إعلام السامسونج، أو هو ده إعلام عبد الفتاح السيسي. عبد الفتاح السيسي اللي شغال هو رئيس التحرير الوحيد لكل الكذابين دول. النتيجة أن القضايا الحقيقية لا يستطيع أن يناقشها الإعلام، وده طبيعي جدا في دولة بيحكمها طاغية.